اتفضلي يا احيانا. خالتي. اتفضل، ما انا قايله لك اكلتي خفيفه. هو انا عامله لك كسكسي؟ ايه حول الله يا رب. اشرب هن. اشربي. ما تيجي يا بهيه تقعدي معانا. الله، واقفه ليه كده؟ الواد هيطلع مروش. يا ساتر يا رب، ده ايه ده؟ معلش معلش. آه. سلامتك من الاي يا اختي، سلامتك. يا اختي يا اختي يا في الاول كده، معلش. اول ايه؟ اول ايه؟ انا عارفه انا يا مراد عايز افضل واقفه كده يا خالتي. واقفه ده انت عاوزه الواد يطلع اشرجي؟ اقعدي بقى هي استريحي يا اختي، اللي اسمعك كده يقول اول مره بتولد. ده انا جبت شكاليت ابني في دقيقتين، انما بقى هي هتفضل كده على الموال ده لغايه ما تجيب الواد. تعبانه يا خالتي، تعبانه قوي. لما قالوا ده غلام انشد حالي وقام، وجابولي البيض مقشر وعليه السمن عاد. قولي كمان يا خالتي قولي. ولما قالوا ده بني انهد ركن البيت عليا، وجابولي البيت بقشره وعليه السمن ميه، وعليه السمن ميه. يا دماغي. الله، هي دماغك ولا بطنك؟ الله، هتجننينا ولا ايه؟ اهو ده بقى الهبل والجري في الجبل. طب ده نسيف اخويا عنده 3 صبيان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اختت منه. لكن قلبي يا بهية ما بيتفتحش غير لبنات اخويا عبد الرحمن. حتى اخوكي نفسه والنبي هو كمان روحه في البنات. امال يا اختي عاوزه تجيبي ولد ليه؟ غلاسه؟ لا بس حاسه كده ان عبد الرحمن بينه وبين نفسه متضايق ومش مبسوط، وانا كمان حاسه اني ما قدرتش اساعده يعيش. ايه يا اختي لازمتها ايه العياط؟ الواد يطلع مكشر. الله، بس يا بهية اسكتي بقى. بس يا اختي، بس يا بهية انت تعبانه يا اختي، فرفشي كده وتحكي وانبسطي. سمعتي اخر نكته؟ لا. ايه؟ واحده ست عماله تدعي تقول يا رب اجيب ولد، يا رب اجيب ولد تجيب بنت، يا رب اجيب ولد تجيب بنت. مره بقى راحت داعيه وقايله يا رب اجيب بنت، جابت واد. لا، جابت بنتين. يا لهوي. جاتك ايه يا عاشق او كده يا بنت؟ انا من يوم ما جيت البيت ده جالي استكلاب. جالها ايه؟ كلاب. والله والضحك ما عتبليش شفه، انا خلاص اتجننت خلاص. ما انا وربنا قلت لهم كده يا خالتي. قصدي يعني انا اقول لك يعني اي 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 رجلي اهي. يعني ايه اللي جرالك من ايه يا بنت؟ يا بنت اصل انا اتعودت على اللمه من ايام ما كنت بقعد بالجمعه انا والمحروس ابني لوحدينا، وفين وفين لما حد يعبرني كنت الم صحباتي ونقعد نطبل ونغني ونرقص. منعول ابو الغم. قومي يا بنت انهضي. كلمي لي كريم، كلمي لي كريمه يا بنت. غم ايه؟ اضحكي اضحكي. ما بتضحكيش ليه؟ مش قادره يا خالتي اسكتي. اطلبي. عارفه النمره؟ عارفاها يا خالتي، ما انت كل شويه تقولي لي اطلبيهم لي. حفظتها خلاص. بسرعه. يا لهوي. الو. ايوه ست كريمه، ازيك؟ انا عايشه. خالتي عايزه اتكلمك. لا مفيش، ده خالتي بتولد، قصدي بهية هتولد. ان شاء الله طبعا. امال ايه؟ اتفضلي يا خالتي. هنا على التليفون. على التليفون يا ستي. ازيك يا بيت؟ وحشتيني. ايه موكوسه زعلانه من ايه؟ ما عندك تليفون يا بنتي وعارفه البيت. حط بقك بقى سد الحنك وبطلي راقي. ايوه ماله جوزك؟ ايه يا بنت؟ اول مره يا بنت تشوفي رجاله يا بنت؟ عيب. هاتي معاك، هاتي معاك. قولوا له ان انتوا هتتعشوا عندي. بقول لك ايه، بصي بالراحه، الطبله قبل منكم كلكم، الطبله والريق. ايوه عشان نطبل الطبله يا بنت، الطبله والريق. الريق ريق 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 وجعني. مستنياكم. مع الف سلام. مع السلامه يا حبيبتي. والطبله بقى لزومها ايه؟ هي كريمه دي هشك هشك عشان نفرح يا بنت، عشان نفرح. يلا روحي شوفي هتعشينا ايه. ما تغيريش الكلام يا خالتي. هنيه المتهنيه، الفرح ده بمناسبه ايه؟ فرح، سبوع، عيد ميلاد، ايه هو الفرح بمناسبه؟ ده زي الحب يجي على غفله. يا سلام يا سلام يا سلام، ريقي نشف من يا سلام. هاتيلي ميه يا عائشه. يا بنت هاتي ميه. الله، ما تقومي يا حبيبتي، مش سامعاني؟ عايزه شويه ميه، خد الدواء اتعرفي. حاضر يا خالت. لسه هتتوجعي؟ بلاش بلاش، ده انا ناسيه، انا معايا ميتي اهي ولا الحوجه. الحمد لله مجهزه نفسي.
يعني انت عاجبك عمايلها دي يا حاج؟ مش عارف اقول لك ايه يا ست النبي. يرجع واقول له عليها حاجه. الجوازتين اللي فاتوا دول السرية اتبهدلت فيهم. صبعك مش زي بعضها يا حاج. طب ده اخر راجل متقدم لها الخلق كلها بتحلف بحياته. اللي شاف سرية فين؟ فشل. هو سمع عنها بس والراجل قصدني. انا اللي خليته يشوفها بس هي ما تعرفش. يعني انت اللي عايزه تجوزيها يا ست نرجس؟ انا عايزه مصلحتها يا اخوي. جرى ايه يا ست نرجس؟ كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. حق يا اخويا، انا لا شايفاها بقى بصراحه مرتاحه على الجنب ده ولا على الجنب ده. طب وهي كانت اشتكت لك؟ من غير ما تشتكي يا حاج عبده، الواحده مننا كل حاجه بتبان في عينيها. يعني انت عاجبك حالها كده؟ الحقيقه مش عاجبني. حلو. طب قول لي بقى وبصراحه كمان، انت ناوي على حاجه؟ استغفر الله العظيم، قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه، قصدي طالما انتوا الاثنين بتحبوا بعض الحب ده ما تتجوزها يا اخويا. اتجوزها على مراتي. الله، الحلال مش عيب يا حاج. مش عارفه ايه اللي اخرها. تلاقيها بتلعب ماتش ملاكمه زي عادتها. بس يا بنت يا مصان طويل انت. تلعب ايه؟ بتلعب ايه؟ عايزين نعرف بتلعب ايه. ماتش ملاكمه. بس يا بنت عاجب كده هيتفتحت ولا حاجه بتهزر مع جوزها يعني يا خالتي؟ خليها تهزر مع جوزها، تهزر بدل ما بتضرب كل يوم. تعال افتح يا ابني معايا. تحت امرك يا حاج. رايحين على فين؟ ما تقلقيش، زي ما هاخده هرجعه لك ساق سليم. تعال. ايه عبود عبود واخد اصبر؟ مين اللي معدى؟ مين اللي معدى؟ خليكم براحتكم يا اما، انا لو قعدت معاكم ولا 20 قهوه يرجعوا دماغي طبيعي تاني. طب خيوبه عليك 100 خيوبه، لا تيجي تتعشوا معانا. ها مستنياك يا عبود. اصحح لي عينيا، هنتعشى ايه النهارده؟ ايوه يا حبيبتي. طب خلنا ايه؟ هقول لك يا اختي، رز حبه حبه. يعني وبعد الرز مكرونه؟ سيبك انت وسيبني انا، ليه مش هتعشى معاكي يا هنيه؟ يعني بعد الرز والمكرونه يعني انت عايزه حاجه تانية؟ يعني مفيش بط ولحم ووز؟ انت عايزه الحاجات الحلوه موريش دي تتذبح وتتاكل؟ ده انت هتدوقي اكل عيشه اللي ما يعلاش عليه غير اكل انا هنيه. طب ما تورينا عينها كده عشان اعرف ارقص بالذمه. وانت دايما كده يا كريمه فطحاني، دايما همك على بطنك. معاكي انت. يا اختي ما عندها حق برضه، والله انا خايفه انا ابنها يطلع على شغل. قال على راي المثل، افشر افشر والعشا خبازه. طب يا اختي دلوقتي تاكلي وتتشتقي قوي وتشوفي العشا خبازه ولا لا؟ يلا قبل بقى ما تاكلي طبيله.